وسهلا فيكم مشاهدينا. يعني فقرتنا هلأ فقرة نوعية بامتياز لأنه ضيفتنا ضيفة مختلفة بكل المقاييس طبعا من الناحية الإيجابية. اليوم عم نتحدث عن جمعية سيدات الشوبك وأيضا عم نتحدث عن سيدة شوبكية قيادية من الطراز الأول. هي أول سيدة شوبكية حاصلة على البكالوريوس، هي أول سيدة شوبكية حاصلة على قيادة السيارة، وأيضا هي تقود باص الآن، وهي الحاصلة أو جمعيتها حصلت على مبادرة ملكية لتأسيس مبنى. هي أيضا سفيرة نوايا حسنة، ويعني هذا الوسام أخذته من جهة إقليمية يعني في لبنان. كل هذه التفاصيل اللي حابين بالفعل نتعرف عليها من خلال إم عدي السيدة بسمة الهبابة، وأيضا نتعرف على جمعية سيدات الشوبك والإنجازات الكثيرة اللي عم بتقدمها للمجتمع المحلي. إم عدي شرفتينا، أهلا وسهلا فيك. أهلين، صباح الخير، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. هيك بنتشرف بسيدات لهم بصمتهم بالمجتمع. وشكرا على المقدمة الحلوة اللي منحتم إياها. أنا أعتقد نسيت كثير من التفاصيل، يعني التقطت الكم من معلومة اللي حكيت لي إياها هلأ يعني قبل الهوى. يعني قبل ما نحكي عن جمعية سيدات الشوبك، بسمة الهبابة، كيف وصلتي لما أنت عليه الآن بالرغم من ظروف صعبة يعاني منها الجنوب؟ يعني نحن نعرف أنه الجنوب اليوم للأسف يعني ما عليه هذاك التسليط للأضواء. أول شيء صباح الخير لكل المشاهدين اللي بيشاهدونا عبر قناة الأردن اليوم، وأنا من الستات المتابعات لهاي القناة. تسلمي. بداياتي كنت أنا أول شيء يعني درست كلية الشوبك، كان طموحي أحصل على البكالوريوس، وفعلا ظليت أنا من يوم وأنا طموحة وبحب يعني باستمرار أطور بنفسي. انتسبت لكلية لجامعة مؤتة وحصلت على البكالوريوس، وكنت معلمة مدارس ثانوية، وبعد هيك صرت مديرة مدرسة. بعد ما تقاعدت، قبل ما أتقاعد فكرت أني أنا أخذ كمان شهادات عليا. أنا الآن بطمح أني أكون دكتورة، بس يمكن الظروف الآن الاجتماعية وعمل الاجتماعي مش سامح لي، بس بحب الدراسة، بحب العلم، بحب أدرس دائما يعني. حصلت على دبلوم عالي تربية. بعد ما تقاعدت وجدت أنه ما في أي جمعية نسائية في لواء الشوبك، فأول ما بدر إلى ذهني أنه أنا أسس جمعية، لأنه الشوبك هي منطقة زراعية بحتة معروفة بالفواكه والتفاح، الشوبك معروف على مستوى العالم. فبلشت بتأسيس الجمعية، وإنه الستات هذولا كلهم بشوف المشمش بقع على الأرض، التين، أشياءات كثيرة بشوفها يعني ما في لها استخدام، والستات عم بيعانوا، ما في حدا يتسوق، وين نسوق، وين نروح، وين كذا. فجمعية سيدات الشوبك هي الجمعية النسائية الوحيدة في الشوبك التي تخدم القطاع النسائي، والحمد لله أسست سنة 2009. استطعنا الآن إنه نحصل على 75 عضو، يمكن أنا مجمد العضوية لو بسمح المجال، والكل بيعرفوا يعني هاي بيشاهدوني على التلفزيون، إنه أنا كثير ستات كنت أعتذر لهم على الانتساب، يمكن يصير عندي 300 أو 400 سيدة. لا عندك معايير يعني دقيقة؟ طبعا يعني إحنا ما بهمنا الكم، بهمنا الكيف، بهمني الست المنتجة، الست اللي بتشتغل في بيتها، الست اللي حابة تعطي، إنه يعني لأنه بالنهاية هذا مردوده بيجي على الجمعية. فالحمد لله يعني الجمعية نشيطة جدا. زي ما تفضلتي كمان الجمعية الوحيدة اللي حصلت على مبادرة ملكية من جلالة الملك أثناء لقائي الأخير معه. نعم. فاتبرع في بناء، والحمد لله الآن إحنا يعني إن شاء الله في بداية أول 11 رح ينزل عطاء على إحدى الشركات وتم برضو البناء. كمان حصلت على باص للجمعية من سيدنا الله يطول بعمره وخلينا إياه إن شاء الله. أنا بسوق الباص. نعم، يعني كل أهل الشوبك بيشوفوني الآن وبيحكوا أم عدي، يعني بيعرفون لما يشوفوا الباص إنه أم عدي هي سايق الباص. الباص كان يعني عندي مشاكل كثير، بس الحمد لله إنه أنا بوزع فيه طرود، بزور الأسر اللي أنا بدي إياها، وكوني رئيسة اتحاد نسائي لمحافظة معان أيضا بزور الجمعيات اللي بعيدة. يعني أنا رحت على الجفر، رحت على المدورة، لحدود السعودية. جمعية سيدات المدورة هي من الجمعيات التابعة للاتحاد النسائي. رحت على مريغة، أبو اللسان، طاسان، منشية، كل المحمدية. هسه بزعلوا علي رئيسات الجمعيات دائما ما بتذكرينا، بس أنا بحكي لكل محافظة معان. نعم، بزورهم وبروح في الباص وبحط فيه اللي بدي اياه للاسر اللي يعني كثير في عوائق ومشاكل. الباص حل لي اياها، وكل لحظه وكل ثانيه بقول الله يطول بعمر سيدنا وخلينا اياه ان شاء الله. بداياتي يعني بدي احكي لك يمكن المجال ما يوسع، لكن انا فخوره جدا انه
قناة الأردن اليوم هي تسلط الضوء والإعلام على الست في الجنوب. أنت زي ما تفضلت حكيتي كلمة جوهرية، الجنوب يعني الإعلام صراحة مقصر فيه، لأنه دائما بنعرف التركيز على سيدات عمان والتركيز على نشاطات عمان والزرقاء وما حوالي عمان، لكن الجنوب إحنا في قياديات عندنا، في ستات منتجات، في عندنا جمعيات، يعني ما شاء الله تفوق الجمعيات اللي في عمان، وأنا هذا الكلام أنا مسؤولة عنه. يعني في جمعيات أنا بشوف إلها مباني كثير في عمان، لكن للأسف ما في إنتاج، ما في شغل. لكن بالمقابل تعالي جمعياتنا صغيرة، يعني بحجم بعض الورد. ولكن إنجاز كبير، الحمد لله. عطاء كبير. التكريمات هاي كلها، يعني في تكريمات كثير حصلت عليها، وتمثيل للأردن في مؤتمر السلام وحقوق السلام العالمي، أيضا كمان في الإمارات مثلت الأردن في دول عربية، وأنا كنت الست على مستوى الجنوب اللي بتم اختياري. هذا الشيء ما إجا هيك، يعني إجا إجا من عطاء، وإجا من شغل متواصل، وإجا من يعني الحمد لله من شغل كثير للبلد. بدي أسألك عن عمل المرأة في الشوبك، سلبيات وإيجابيات. يعني ممكن أقول لك لا، يعني ما بيحبوا إنه تشتغل المرأة بشكل أو بآخر، مثلاً تعمل منتجاتها من المنزل ممكن. فتحكي لنا عن سلبيات وإيجابيات عمل المرأة في الشوبك. شوفي أحكي لك، يعني لسه إحنا في الجنوب يعني بشكل عام هي ست منتجة، لكن ما بتحب تطلع للإعلام كثير. يعني هلا لو نحكي بدنا نصور هيك ستات شيء، بعض الحرج بعض كذا، لانه هي لسه مش متعوده انه ناس يهتم فيها. لو هي متعوده انه الاعلام دائما يهتم فيها، فبصير عندها شيء طبيعي، والله فلان استضاف القناه الفلانيه، انا بدي اصير زيها فلان، ولا طلعت ممكن وجودك ما عم تكسري هذا الحاجز. نعم، تكسر هذا الحاجز الجمود اللي عند الستات. لكن الست الشوبكيه اثبتت وجودها صراحه، يعني من أعلى الشهادات اللي حصلت عليها الآن، وهي في مراكز قيادية في نفس البلد. يعني وهي قادرة على العمل والإنتاج أكثر مني. في ستات أنا بصراحة أحسن مني، أفضل مني بكثير، لكن الإعلام ممكن ما سلط الضوء عليهم، فإحنا بنخدمهم. الست في الشوبك بتحب تشتغل كل شيء، لكن هناك في بعض المهن التي تحد من العمل بهاي الوظيفة. يعني أنا بحكي لك في ستات من حوالي الشوبك بيشتغلوا في مزارع الشوبك التفاح، يعني بقضف التفاح، وعشان هي تنتج يعني وتربي أولادها بشرف بأمانة، وهاي الست إحنا بنشجعها وبنأخذ بإيدها بنقولها تاريخيا السيدة كتير يعني ساعدت في الزراعة تحديدا أو الفلاحة، يعني فالحاكورة مصدر. الست في الشوبك يعني أنت لو تفوتي الشوبك ما فيش بيت بتمر من قدامه ما في كرم. يعني عيب على البيت اللي ما عنده كرم، يعني عيب خلاص هيك. يعني انه لازم احنا الحمد لله مرتبطين في الارض، بنحب الارض، بنشتغل فيها. منطقه الشوبك زي ما حكيت لك هي منطقه زراعيه، رغم بروده الجو اللي احنا يعني بنحس فيه، لكن الحمد لله احنا دائما متحديين للصعاب دائما. كل بيت في كرم، وانتم اهل الكرم ايضا. يعني ست ام عدي، اليوم خلينا نتحدث عن واقع الجنوب بشكل عام، يعني بعيدا ايضا عن المراه الشوبكيه او المراه الجنوبيه والتحديات التي تطالها واقع الجنوب. الجمعيات بتخدم المجتمع المحلي. أدي بالفعل بإمكانها أن تصنع فرق لو في شوية دعم ومساندة. أنا بحكي لك بصراحة، يعني خلينا نتعود دائما الصراحة، لأنه بعرف أنه في ناس اليوم بيشوفنا كثير، وفي أصحاب شركات وفي أصحاب مصانع اليوم عبر هاي القناة بيشوفونا. أنا بحكي لهم للأسف الشديد أنه أنتم ما بتتوجهوا دائما للجنوب، يعني إلا القليل بالعلاقات الشخصية. لكن التحديات اللي بتواجهنا كجمعيات، أنا بحكي لك رئيس اتحاد نسائي، ما بحكي عن جمعيتي، بحكي عن الكل، إنه بعدنا عن العاصمة عمان كمان بكلف كثير الجمعية لما بدها تروح تجيب طرود مش أقل من 200 دينار السيارة مثلا، وبرضو كمان الدعم قليل للجنوب. يعني أنا بتفاجأ إنه بعمان بروح على الجمعيات بلاقي المخازن فل، فل مخازنهم أنا بشوفها، وبنطلبهم بقولوا لا ما عنا، إحنا عنا جماعتنا. فياريت هاي رسالة، احتياج أكبر في احتياج الجنوب. أكبر لأنه في مناطق خط الفقر كثير عنا، والجنوب معروف وتحت خط الفقر. بدي أحكي لك بصراحة، لكن أنا ما بحكي لك عن الشوبك بحد ذاته، لا أنا بحكي لك على القرى أيضا المجاورة للشوبك. أو في عندك مثلا المدورة، هاي ما حد بيجيها، عندك مثلا الجفر إلا بعض المساعدات الخفيفة جدا. فبالتالي بنحكي لهم أنت الخير اللي بتوجهه، يعني
يعني انت المفروض الخير اللي عندك تعطيه للناس اللي بحاجه. صح. من وجهه نظرك يعني هذا التقصير اذا ما نسميه تقصير, تقصير او فعلا هو تقصير التهميش, هل هو مقصود؟ نعم. يعني هل انتم مش عارفين تسلطوا الضوء اعلاميا؟ طيب. او بشكل عام على الاحتياجات الحقيقيه, لانه كنا عم نتحدث انا وحضرتك ايضا أنا قبل الهواء. نعم. يمكن زرنا احنا الكثير من المناطق والقرى. صح. والاطراف في الجنوب, وبالفعل يعني حتى في بعض الخدمات الاساسيه مش موجوده عندها. هلا انا بدي احكي لك يعني تحدي واحد زي ما تفضلتي انه ايش الاسباب, يعني هو الخلل منا او الخلل من عمان او من اصحاب المصانع او من اصحاب النفوذ. انا كشخصيه بحكي لك عن تجربه شخصيه, بروح لمدير شركه بروح عليه بدي اجيب للجمعيه معي كتاب رسمي بدي اخاطبه, يمكن من 3 ساعات يا دوب السكرتيره تسمح لك انك تفوتي عليه, وبعد 3 ساعات شوفي كيف انت بتكوني جايه من الجنوب وقديش عناء السفر, وبعد هيك بتقول لك شو اللي بدك اياه, اكتبي على ورقه وهات الكتاب. وكثير كتب رسميه بعثناها ولا مجيب نهائي. طب ليه؟ ما بعرف شو السبب عندهم, يعني مع انه المفروض احنا اللي بحاجه. طبعا. يعني احنا جمعياتنا هي اللي بحاجه. الستات اللي عندنا يعني ما بيطلبوا الا انت تروحي تعملي دراسات حالة عندهم وتشوفيهم. في بعض يعني جمعيات بصراحه بعض ناس يعني حتى شروطهم معقد, يعني انا بدون ذكر اسماء ما بحب اذكر اسماء نهائي, بعض شركات بعض مؤسسات مجتمع مدني بتفرض شروط, يعني بدك تعطيه معونه لازم يكون عنده بيت, لازم تخيل انه في بعض الجهات بقول لك حتى ثلاجه ما لازم يكون عنده في البيت, ما عنده مثلا سجاده كيف انا بدي افوت على بيت؟ كل الناس الان بده يدفع بده يدفع عنده ثلاجه عنده كذا. فالشروط اللي بحطها دائما انه العائلة هاي اذا انا بدي اعطيها في شروط, وهاي الشروط ما تنطبق على اي عائلة. طبعا. هذا الشخص نفسه ممكن يكون عنده بيت بسيط ونظيف وكويس لكن عنده طلاب جامعيين 3 بدرش على حسابه, يمكن في مثلا عنده حالات اعاقة في البيت, فما تنظر انت للمكان العام. وهذا بجوز يعني 3-4 مؤسسات بسمعوني الان وهذا صار معاهم بالضبط انه نفس الشيء, يعني المعاناه انه انا جبتهم وللاسف الشديد ما كان بيننا اتفاق. يعني الالتفات فقط للقشور دون يعني المضمون دون المضمون. نعم. طب برايك انت مثلا هيك لو يعني ما هي يعني اذا توفرت عندك بعض الامور انك راح تحلي المشاكل الموجوده بالجنوب, ما هي متطلباتك وطلباتك حتى تحلي بعض الامور الشائكه الموجوده بالجنوب بالشوبه خصوصا؟ شوفي احنا بنسعى دائما من جمعيتك. نعم. يعني احنا بنسعى دائما على انه رفع مستوى التمكين الاقتصادي للست, يعني التمكين السياسي برضه مهم جدا للست في الجنوب. يعني الانتخابات الاخيره صارت وهي فاتت, يعني كنا عرفنا انه فاتت على صندوق الاقتراع وهي مش عارفه كيف تقترع وكيف نظام بالرغم من كل الحملات لا كان يعني قليل جدا في الجنوب كانت الحملات بعمان بيركزوا على يعني اختياراتنا الله يطول بعمرهم ويخليهم ان شاء الله. يعني بعدها بتفوت لك على النظام القديم انا مع فلان, بتقول بصوت علني انا مع فلان مع انه ما بتعرف انه لسه في قائمه لسه في كذا, لانه ما في توعيه اصلا. التمكين السياسي ضروري جدا للست في الجنوب حتى انها تاخذ موقعها أسوة بزميلاتها في باقي المحافظات. صحيح. إنه هي إلها حق لازم هي تأخذه. التمكين الاقتصادي اللي إحنا بدنا إياه الست تعمله, إنه كيف تدير مشروع, يعني عندي مشروع كيف أعمل دراسة إله, كيف دراسة جدوى كيف أسوقه. يعني في أشياء كثيرة موجودة عندنا الآن بحاجة إلى تسويق. عندنا الآن خل التفاح الطبيعي اللي هي جمعيتي الجمعية الوحيدة المتصدرة بهذا الخل اللي هو مزارع الشورى. والله أنا بوعدك المرة الجاية لا يكون عندك أبدا. الشوبك هي بتمدنا في التفاح مشكورين جدا, يعني هو المادة الخام. صح. وتفاح الشوبك مميز طبعا. حتى بالخل الانتاج مميز. ما عندنا تسويق, يعني احنا الان بنقتصر على العلاقات الشخصيه طبعا. وبعض البازارات والمعارض اللي بتصير, واحيانا بنقول يا عمي بعمان تعالوا احنا بنشارك, احنا بندفع اجره الباص, احنا بنتكفل كل شيء, بس شاركونا خلينا نسوق. للاسف يعني ما في انه توجه للجمعيات اللي في الجنوب انهم ياخذوا انتاجهم حتى لعمان وسوق. والله مؤلم اللي عم تحكي فيه, وكانه الاردن لساتنا مش قادرين نطلع من عقليه انه الاردن ليست فقط عمان. جدا. يعني في هاي الهمم سواعدكم طيبه, في اراده ايضا قويه يعني وخيرات, بس احنا مجال يعني احنا بنحكي قبل انا وياك كنا بالبريك قبل شوي انه على ست يعني عمرها 65 سنة حصلت على وسام الاستقلال من جلالة الملك أم بخيت الله يطول بعمرها. شكراً استضيفة هذا إن شاء الله. حبيبتنا لها تحية صباحية اليوم. هي ست مثابرة ولسه بتشتغل بالنول بإيدها ولسه بتطرز ولسه بتعمل لغاية هاي اللحظة يعني. فهي يعني الآن هاي ما سلط الإعلام عليها. يعني حتى وسام الاستقلال
لما اخذته حتى الاعلام سارة. كان مقصر فيها يعني ساره. هلا كنت عم تحدثي حضرتك عن التمكين الاقتصادي في نعم. غايه الاهميه اليوم اذا احنا بدنا تنميه مستدامه حقيقيه نعم. يكون نعم. في تمكين اقتصادي ومشارك المراه. حكيتي ايضا عن التمكين السياسي وحضرتك كان لك تجربه ايضا نعم. ترفع الراس بالانتخابات. ترفع الراس في الانتخابات وهلا انت مرشحه لاتحاد النساء الاردني بقوة. بحكي بقوه باذن الله ولازم يعني بعيدا عن العمانيات تسلم. اللي احنا تسلم. ايضا بنوجه لهم تحيه ولكن تسلم. سيداتنا بالجنوب يعني يستحق يعني بتستحقوا. ولكن احكي لنا بي يعني اذا بدك كواليس الانتخابات وهذا يعني خوض غمار هذه التجربه كيف كان وين الصعوبات. هل تشعري لليوم هذا المجتمع ذكوري لهذه الدرجه هو اللي يمكن اوقف ام عدي من الوصول تحت القبه وبالتالي يعني ليس فقط خدمه منطقتك ولكن خدمه الجنوب بشكل عام. هو حقيقة يعني أنا كان لي حق يعني حق سياسي إنه أنا أنزل للانتخابات أسوة في باقي الزميلات في باقي المحافظات وحق دستوري منحني الدستور الأردني وإنه أنا يعني أنزل الانتخابات وأنا الكل بيعرف إنه حصلت على 1600 صوت بفارق يعني 150 صوت كنت عم تقولي نعم يعني بس أنت لما بتنزلي بالانتخابات في الجنوب كأنك بتنحتي في الصخر يعني cut of stone يعني أنت عمالك يعني أنا بصراحة حتى لو ما وصلت حتى لو ما نجحت بعتبر حالي ناجحة في المجتمع إنه بمجرد خوضي للانتخابات في مجتمع ذكوري أبوي لا يؤمن بوجود المرأة على الساحة السياسية كسر فهذا نعم كسر جمود عشائري بالذات العشائرية في مناطقنا يعني كثير كثير بحتة بحتة يعني إلى الآخر. فإنه وصلوا يعني مقتنع في بسمة وبده يصوت مع بسمة وبسمة نشمية وبسمة كذا وبسمة لكن آخر دقيقة. للأسف لما بيجي عندي الصندوق بقول لك إيه شو مرأة هي مرأة أعطي صوتي أنا مرأة. فهي هاي المرأة خدمت كتير هو أنا وياك بنحكي وبنحكي بنقول المرأة ممكن تخدم أكثر من الرجل يعني محترام لباقي الرجال ممكن تعطي ممكن يعني ما شاء الله عليك وأنتوا كيف متميزات في عملك وزيك وزي زملائك الموجودين نقطة في بحرك نعم تسلمي. لكن أنه في لحظة من اللحظات في مجتمعاتنا في الجنوب تبقى المرأة هناك في ثغرة تفصلها يعني عن الرجل أنه الرجل رجل والست ست. طب والباص يعني شو هالتحدي هذا التحدي مني طبعا يعني انا لما بسوقه عارفين انه انا ناشطه وبعرفوا انه هذا الباص اهداني اياه جلاله الملك الله يطول بعمره فالان تعودوا علي خلص عادي حتى بالبدايات بالبدايات صعب شوي كان يلزوا علي مرات وكان مرات يعني بدي يعني بتجاوز عن يشوفوني انه انا يعني قد حالي بسوق ولا لا شاطره ولا لا شاطره او لا او انه انا حتى طريقه قعدتك على الكرسي في الباص هيك بتمسكيها او انه انا مرتاحه او كذا لا بس الحمد لله يعني هاي ثقافه العيب انا شوي بالنسبه شوي. إلي تجاوزتها في الموضوع سواقه الباص يعني بالنسبه لطالبات المدارس يكون هناك توعية للطالبات بتمكين المرأة حتى بمشاركتهم السياسية انه لا هلا صوتك انت واصل انت لك حق زيك زي الذكر او الرجل موجود عندك بالمجتمع لازم يكون هناك تواصل صوتك يعلى اذا كان عندك هدف لازم تضلك ورا هدفك وتحققي. هل هناك توعية للمدارس بخصوص هذا الموضوع لما بتقولي لي لسه انه بالجنوب نعم. مش واصل صوت المرأة بشكل كافي. شوفي بالنسبة للمدارس احنا ما بقدر نتدخل بالموضوع كثير لانه هذا الجهة تابعة لوزارة التربية والتعليم والنشاطات فيها نعم النشاطات فيها لكن كجمعية احنا الستات باستمرار انا يعني انا عم بسمعوني بشوفوني كثير في كانت لقاءات للستات كيف تصوتي كيف تروحي على الصندوق كيف تدعم الست يعني الست لازم تدعم الست كمان وللأسف الشديد ما في ست بتدعم ست يعني عدد الأصوات اللي حصلت عليها من صناديق الرجال أكثر من عدد الأصوات اللي حصلت عليها من صناديق النساء رغم خدمتي للنساء معلي بس مش دفاعا يعني مش دفاعا عن السيدات أبدا ولكن إحنا بنعرف ومش فقط بالجنوب حتى نعم. هون حتى في نعم. الكثير من الرجال بيحلف مرته على المصحف نعم. حتى تنتخب حتى شخص معين يعني نعم. لسه ما هي مسلوبة للأسف هي كمان مسلوبة الإرادة طبعا. يعني طبعا. إحنا كمان في عنا الحمد لله ترابط أسر يعني لسه الست عنا بعدها ما وصلت لمرحلة إنها مثلا تعصي أبوها أو زوجها أو أخوها يعني خلاص العائلة بتتفق على شخص معين الوالد بيحكي لها أنت صوتي مع فلان طبعا. حتى لو ما كانت هي مقتنعة في فلان هي مقتنعة في رأي أبوها
او اخوها، بس هذا الجمود ان شاء الله انه بينكسر في يوم من الايام ويكون لها رأيها. اي ما شاء الله عليك انت يعني بلشتي في بدايه الطريق الصحيحه. طب غير قياده السيارات، شو المهن اليوم التي لا تستطيع المراه ان تفكر فيها خوفا من ذكوريه المجتمع او من عدم تقبل المجتمع؟ لانه ما في فرق بين السيده والرجل الا بالوظائف الفسيولوجيه لها علاقه بالحمل والانجاب والرضاعه. كل شيء ثاني تستطيع المراه ان تقوم فيه، اذا اصعب من الزراعه في يعني هلا فعلا انت لو بتشوف الستات يعني انا بتمنى تيجي يوم هيك نلتقي معهم ان شاء الله نعمل هيك حلقه احنا وياكم بالميدان تشوفوا قديش هم بيتعبوا، بيجوا الساعه 6 الصبح باي ساعه بيروحوا، بس الحمد لله هذا التعب في فائده لها ولاسرتها وبتربي اولادها بشرف وكرامه زي ما حكيت لك. التعب بالنهايه بصير راحه بالنسبه لها، لكن في بعض اشياءات يعني في بعض وظائف حكوميه حتى في عمان يعني احنا بنحكي على مستوى المراه بشكل عام على مستوى الاردن، يعني انا ما عمر واحدة مثلا صارت وزير داخليه مثلا، احنا بنحكي على هم المراه الاردنيه الان او رئيسه وزراء، خلينا نحكي هم المراه الاردنيه بغض النظر عن الجنوب، وكمان الجنوب اعلى منصب حكومي استلمته في محافظه معان هي مديره زراعه فقط، يعني هي مديرة زراعة مديرية زراعة يعني هذا أعلى منصب، يعني دكتورة بتظلها في مجالها أكيد في جامعتها، بس إحنا كمنصب حكومي فبالتالي في قصور، يعني ما في عندنا قيادات طلعت يعني أو إنها استلمت مراكز بتحس إنها نافست الرجل فيه. أو مثلا نأخذ مديرة بنك، يعني بجوز معدودين على الأصابع اللي مستلمات مدراء البنوك في عمان. نعم، ففي بعض الوظائف أو مع إنه المرأة ممكن تبدأ فيها أكثر، بس هم ما بقتنعوا إنه هاي الست ممكن انها تدير هذا الشيء. نفس الشيء في الجنوب، نفس الشيء في عمان، يعني نفس لما بيكون يعني انتاج المراه وتطورها افقي وليس عمودي، دائما بيقولوا لها خلوها بمجال معين خلاص خليكي هون. طب كيف انت برايك بدك تخلي المراه الشبكيه توصل؟ يعني ايش بتقولي لها؟ خليكي ورا هدفك ورا حلمك، ابدعي طوري. يعني انا بحكي عن الست الشبكيه وبتفرع منه كمان للست الاردنيه، هاي رساله بوجهها اليوم، يعني انا عم بعتبر اني انا بحكي عن كل الاردن كرئيس اتحاد نساء المحافظه ومرشح الاتحاد النساء الاردني العام ان شاء الله. انا معك قلبا وقالبا ان شاء الله، تستحق الفوز يعني. فاحنا بنقول لهم وجه لهم رساله دائما، اذا انت بدك تنجحي واذا انت بدك توصلي للهدف اللي انت بدك اياه لازم تتحدي، لازم تتحدي ثقافه العيب اللي فرضها عليك المجتمع بحيثياته كامله. بس الست الشبكيه هي فعلا الان هي تتولى اعلى المناصب العلميه، وبتحكي لك معلومه وهي انا مسؤوله عنها حتى بالإحصاء، يعني أن الشوبك هي أعلى نسبة تعليم في الأردن بالنسبة لعدد السكان. يعني عدد السكان قلال 15,000، عدد السكان قلال لك شوبك، لكن نسبة التعليم فيها عالية. فيش بيت عندنا في الشوبك ما في مهندس أو طبيب أو ست معها أو بنت معها بكالوريوس، ومرات ثلاثة أربعة في البيت. فالتعليم عندنا درجة أولى يعني بالشوبك الحمد لله، وهذا معروف عنا. فالآن إحنا التعليم هذا للستات بدنا نستثمره. كمان عدم وجود مصانع في الشوبك وشركات، يعني حال دون إنه ست في الشوبك تشتغل. يعني الآن في بطالة في الشوبك ل 700 ل 800 ست الآن عاطلات عن عمل من حملة الشهادات، يعني هاي إحصائية أنا مسؤولة عنها. طيب أنت لما تقولي 800 بنت قاعدات عاطلات عن العمل، طب هذا رقم طبعاً. يعني طبعاً. الشيء الوحيد الموجود في الشوبك هو مصنع ألبسة لا يستوعب إلا 110 أو 120 بنت إنها تشتغل فيه. وبعد هيك انت عم تحكي عن اكاديميات، بالفعل احنا بحاجه لمصانع بحاجة. بالجنوب ما في. يعني لا ما في للاسف للاسف الشوبك بالذات بحاجه لاستثمار، يعني بالذات على السيدات وحتى الشباب يعني طبعاً. فما في، وين بده يروح؟ بيضطر يطلع لعمان، بيضطر ياخذ اهله حتى ويرحل، بصير عندنا هجره يعني مشكله. يعني مستثمر بس هيك يمكن الدقيقه الاخيره في بازار انتم مشاركين فيه او يعني على ان شاء الله راح تقوموا فيه، تحكي عنه كمان للاشخاص. احنا الان هم بيتابعونا، كل كليه معال الان متابعتنا التلفزيون. صبح عليهم، نشرف فيهم. صباح الخير للجميع. وسدينا الهباهبة ومعاها الست علا كمان، هم المشرفين على البازار. هو رح يكون بتاريخ 14/11 إحياء لذكرى المغفور له الحسين بن طلال الله يرحمه. فهاي المناسبة غالية على كل الأردنيين، وكل الجمعيات رح تشارك في هذا البازار، ورح يكون عرض لمنتجاتهم. وبتمنى يا ريت يعني لو في هناك في لقاء بيننا وبينكم يوم الافتتاح، انه لو دايركت هيك على التلفزيون نورجيكم انه قديش المنتجات موجودة وايش الاشياءات الحلوة للست في الجنوب قديش انها عرض عليها. مع انه ابو عدي كمان كان موجود معك، يعني باخر 30 ثانية بدنا نتحدث عن ابو عدي، هذا الدعم
عن اولادك اسم الله. عندك ست اولاد، ثلاث بنات وثلاث شباب. نعم. هو دائما المقوله اللي بتحكي وراء كل رجل عظيم امراه. لكن احنا بنقول لا، وراء كل امراه عظيم رجل. لانه الست ما بتقدر تطلع وتروح وتيجي وتشتغل هالشغل هذا الا بكون في هناك رجل بيساندها، بيقدر ظروفها، بوديها، بجيبها. يعني ابو عدي هو الجندي المجهول اللي دائما، يعني حتى ما عمره ظهر معي في اي اعلام او شيء، لكن هو داعم رئيسي لي. اولادي كمان في البيت، وبناتي واهلي واخواني وخواتي، يعني هم العائله. اذا ما كانت دعميتك صعب انك تشتغلي. فابو عدي يوجه له تحيه اليوم. اكيد احنا كمان احنا نوجه له تحيه لداعم سيد نفتخر بها عندنا بالاردن وليس للشوبك. انا فخوره في كل يوم عن جد، بتجنن. بالعكس، شكرا لك. ولقائك كثير حلو، وانا بالنسبه لي يعني لقائي معك اليوم كثير يعني اضاف لي حتى دفعه قويه جدا للعمل. اضاف لنا احنا كمان. اضاف لنا يعني كوني متاكده انه اضاف لنا، وكوني متاكده انه احنا ان شاء الله سنبقى يعني صوت المواطن ليس فقط في الجنوب، في كل مكان. المواطن الذي يستحق. وبدعيكم لبرنامج الشوبك طبعا ان شاء الله. نعمل احنا وياكم ميداني هيك التفاح الشوبكي والخل التفاح. نعم، راح يوصلكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. تسلمي. نشكرك ست بسمة الهبابي على تواجدك معنا. شكرا لك. شكرا ام عدي. فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا.